السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقة اليوم بكلام الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء. النهاردة يوم الجمعة، يوم جميل، يوم عظيم، يوم مبارك عند المولى عز وجل. كل جمعة وحضراتكم بخير. النهاردة حلقة اليوم بتتكلم عن أربع محاور. طبعا يعني مش هنقول أول محور ولا تاني محور ولا تالت محور ولا رابع محور، احنا أهم حاجة عندنا النهاردة في رسالة طبعا محملة لبرنامج الجريء من خلال الفيسبوك التواصل الاجتماعي. طبعا الرسائل اللي بتيجي، يا جماعة انتم ساكتين ليه على الناس اللي قاعدة بره في الخارج، اللي هم قاعدين على الشاشات الفضائية الإرهابية المأجورة اللي بتحرض على قتل الضباط والجنود، ضباطنا وجنودنا اللي قاعدين أو اللي واقفين على الحدود بيحمونا في عز الجو التلج ده. الواحد ماشي في الشارع أو بيبقى في البيت مش مستحمل الجو، والناس قاعدين على الحدود بيحموا المواطن المصري. طبعا الناس بتتكلم على الفيديو اللي عمله محمد ناصر على القنوات الإرهابية اللي هو بيحرض على قتل جنودنا وضباطنا، بيقول اقتلوا جنوده، اقتلوا ضباطه، دمروا مصر، دمروا السيسي، وهو اصلا معاه جنسية مصرية. حرام اللي حضرتك يلي كنت قاعد على الشاشات المصرية وخدت من خير مصر وكسبت من مصر وعلشان الدولارات عمال تطلع تشوه في صورة مصر. مفيش حاجة عجباكم في مصر، ولا بنية عمرانية ولا بنية تحتية ولا أي حاجة، ولا رصف ولا أي حاجة. طبعا انت قاعد بره بتنقل صورة غلط، صورة مش صحيحة. لكن انت لو ليك عين في مصر او حد شايف مصر ايه اللي بيحصل فيها من ضخ مشاريع، ما كنتش هتقول الكلام ده. وطالع اخر حاجة بتحرض على قتل الضباط والجنود. احنا بنسمع كل يوم وكل اسبوع بيجينا ضابط او جندي في علم، ان شاء الله الناس دي في الجنة، وانتم مصيركم واللي زيكم اللي بيحرضوا على قتل النفس انتم في الجحيم في النار ان شاء الله، والناس دي في الجنة لان الناس دي شهداء. وطبعا النهارده هيكون معانا طبعا ضيف الحلقه المستشار شرف الدين محمد شرف النائب السابق، هيتكلم طبعا عن الارهاب وهيتكلم عن الكلام ده اللي بيحصل بره. يا ريت قبل ما نخرج كده يعني عاوزين نشوف تقرير عن محافظه السويس. كان في طبعا هناك سحب قرعه علنيه في أكاديمية النصر للبترول بحضور السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، طبعا الجهاز التنفيذي. طبعا تم تسليم 100 لوحة أجرة بمحافظة السويس لسائق الملاكي لأن كان في أزمة هناك. هنشوف التقرير وهنطلع نجيب ضيفنا وهنجيلكم تاني، خليكم معانا، راجع لكم تاني.
الصحة والجمال HBC. طبعا التقرير يتحدث عن نفسه من داخل أكاديمية النصر للبترول بالقاعة الكبرى بحضور السيد المحافظ والجهاز التنفيذي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام للمحافظة. شفنا التقرير تسليم طبعا 100 يعني لوحة معدنية أجرة لسائقي الملاكي. السيد المحافظ تحايل على القانون ودي طبعا ما حصلتش على مستوى محافظة السويس، وجاب 100 لوحة معدنية سلمهم للملاكي عشان ما يمشيش غلط. هنتكلم عن التقرير إن شاء الله، بس أرحب بضيف الحلقة السيد النائب السابق سيادة المستشار شرف الدين محمد شرف. مرحب بيك سيادة المستشار. أهلا وسهلا أستاذ هاني، برنامج الجريء، قناة الصحة والجمال، نتشرف بيكم إن شاء الله. منور منور الشاشة. الله يحفظك سيادة المستشار. يعني قبل ما اخش في محافظه السويس وهي محافظتنا واحنا بنحبها، نعم، انا بدات الحلقه النهارده قبل الاربع محاور خالص، بدات يعني بالناس اللي قاعدين في الخارج اللي عمالين يحرضوا على قتل النفس وقتلوا ضباط الجيش والشرطه والجنود ودمروا مصر ودمروا السيسي من اجل الدولارات، قاعدين بره بيحرضوا على عن القتل. كلمني على اللي بيحصل على الشاشات المأجورة وضباطنا اللي هي على الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الإرهابيين والإرهاب ومقاومة الإرهاب
وطبعا معروف ان مصر بتحارب الارهاب نيابه عن العالم كله. نعم. الناحيه الثانيه الخونه والعملاء والمأجورين اللي موجودين في قطر او موجودين في تركيا، ودول شغالين يوميا وبيرتزقوا بالدولار وكده وبيحاربوا مصر من خلال الاعلام للاسف، والدول هذه الدول سايبينها. ده نتيجه ان يعني هم شافوا نفسهم في كده، وبدول خونه بطبيعتهم. وطبعا لابد ان دول يقعوا تحت طائله القانون، ولابد ان دول يحاسبوا. ده المشكله ان دول يعني اللي طالعين بيهاجموا مصر معاهم جنسيه مصريه. ما هو ده للاسف، ده للاسف. ولما بيروح الدوله اللي قاعد فيها زي تركيا بيدوا له برضه جنسيه، بيبقى يحصل على جنسيه مزدوجه. نعم. لدولتين. لكن هيجي اليوم ويتحاسبوا، دول مش هيتسابوا طبعا ابدا، والشعب المصري مش هيسيبهم، والحكومه المصريه مش هتسيبهم، والرئيس السيسي مش هيسيب هذه هؤلاء الخونه. يا سياده المستشار، انا اتفرجت على فيديو لواحد هناك اسمه محمد ناصر بيطلع يعني على القنوات. أيوة دي يعني. أيوة. بيقول اقتلوا ضباطه، حطموا مصر، حطموا السيسي، اقتلوا الجنود. يعني طالع بيحرض على يعني قتل النفس. ما هو لازم يقول كده، كل اللي بيقول كده بيديله فلوس اكتر. ولكن هل احنا كشعب مصر وشعب مصر وشباب مصر، هل حد استجاب لهؤلاء الخونه؟ لا يمكن. الحمد لله الشعب المصري يقظ، ومش من النهارده، ده من على مدى التاريخ يقظ، وبيصوب حتى اذا كان في هناك حدث شيء معين بيصوب هذا الحدث، ولكن يقظ لهؤلاء الخونه ولا يستجيب لهم. وكان يمكن قريب كان فيه في شهر 9 دعاوى لواحد خائن اصلا وعميل اسمه محمد علي، كان بيطالب ان الشعب المصري ينزل او الشباب ينزل في 20/9، لكن ما حدش نزل ولا كده. محمد علي ده احنا خلصنا منه طبعا، طلع سبة يعني ارغوز وبيقعد يطبل ويزمر وينزل من هنا ومن هنا. يعني محمد علي ده خلصنا منه. لكن انا عاوز اقوله في مشكله كبيره برضه انا عاوز اقطعك فيها يعني اتكلم فيها. الواحد حزين على الاعلام برضه المصري اللي بيعملوه النهارده. الاعلام المصري كل شويه بيجيب موضوع المهرجانات، محمد رمضان. أيوة. مش عارف ايه في ايه بالظبط. ما احنا بندي فرصه للخونه اللي قاعدين في الخارج، هقول لحضرتك، اللي هم يدمروا شبابنا. هي بعد اذنك، الحرب مش من النهارده. نعم. من بعد انتصار 6 اكتوبر 73 وعبورنا لقناه السويس وتحطيمنا لخط بارليف، وان احنا قضينا على اسطوره ان الجيش الاسرائيلي كان بيقول عليه الذي لا يقهر، وانتصر الجيش المصري وحقق انتصاره وأعاد للأمة العربية كرامتها. منذ ذلك التاريخ برضه حبيت أقول حاجة تانية قبل ما أخش على النقطة اللي عاوز أقولها، إن العرب والدول العربية تجمعت وقتها واستخدمت سلاح البترول. تمام. الملك فيصل الله يرحمه لما هو تزعم الحرب على الدول الأوروبية وأمريكا بالتحديد واستخدام سلاح البترول، وقطع البترول عن هذه الدول، كان 6 أكتوبر ده في الشتاء، الدول دي تنبهت. فمن منذ ذلك التاريخ عقدوا اجتماعات من بعد عام 1983، اجتماعات تلو الاجتماعات لعمل مؤامرة كبرى، ويمكن قالت عليها دي وزيرة الخارجية الأمريكية اسمها كونديليزا رايز، قالت انه سيتم عمل الفوضى الخلاقة داخل الوطن العربي، بحيث ان الفوضى تتلوها فوضى، الفوضى تتلوها فوضى في الدول العربيه. وهذا ما حصل فعلا. نعم. دليل ان هم عملوا كده وعقدوا العزم على عقد المؤامرات اللي تنفذها في داخل الدول العربيه، بس مش بيستخدموا السلاح في المواجهه الدول العربيه، ولكن بيستخدموا الاساليب والمؤامرات بحيث ان هم يوردوا السلاح، يوردوا المال، يدربوا العملاء والخونه، يبعتوا الارهابيين. نعم. وهم انشاوا ساعتها تنظيم سموه تنظيم الدوله الاسلاميه، وبعد كده اطلقوا عليه اسم داعش، بحيث ان من داخل الدول تبدا تهد نفسها. وقامت امريكا باحتلال العراق واستولت على البترول، وسلمت العراق للاسف فريسه للايرانيين، واشعلت نار الفتنه بين الشيعه والسنه، وعملت تقسيم لدولة العراق. دولة العراق دي كانت من الدول القوية جدا والدول الغنية جدا، وكان من الجيوش العربية اللي العرب كله بيهتم بيها وبيعتز بيها. للأسف أول حاجة عملتها أمريكا لما احتلت العراق،
قامت بتسريح الجيش العراقي للاسف. انا عاوز اقول بس ان المؤامره كبيره، المؤامره كبيره مش من النهارده، منذ فتره طويله وبيخططوا للكلام ده، وشفنا الكلام ده حصل في سوريا وحصل في ليبيا وحصل في اليمن واتهاد بالدول العربيه. يعني الارهاب، وعاوزين طبعا تمام توعيه من، انا بشوف يعني ده احزاب وجمعيات، وبنشوف بيعملوا مهرجانات والكلام ده، مجال احنا عاوزين يعني توعيه لشبابنا. هو سعادتك حضرتك ان مصر بتواجه هذا الارهاب، بتواجه هذه التحديات. الحمد لله مصر انتصرت على الارهاب في الحدود، وحامت حدود مصر بالغربيه والشرقيه والشماليه، وحققت نتائج كبيره جدا في القضاء على الارهابيين. وفي نفس الوقت هناك حروب اخرى، لان الدول الاوروبيه دي مش هتسكت، او الدول او امريكا هتسكت، ولا المؤامرات هتبطل. ده في حضرتك ان في حروب جديده بيسموها حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، بعمل شائعات يعني عملوا شائعات ويعملوا يطلعوا حاجات باستخدام اجهزه التواصل الاجتماعي، والهدف منها تغييب العقول المصريه او العقول العربيه والشباب العربي. بس الابنائنا لازم ما في يقظ كل شاب، لان بعد بقى حضرتك هم برضو ايه، ما بيقولش انا هغيب، لا، ده هو في مؤامرات بتتم من خلال حتى السفارات الاجنبيه الموجوده هنا، في جزء منها بيساهم في هذه الجزئيه. بمعنى ايه؟ يعني انا لما الاقي مهرجان زي ستك بتقول مهرجانات وفيها اغاني ما انزل الله بها من سلطان، واغاني ليس لها معنى ولا تتسم مع العادات والتقاليد المصريه، احنا العادات والتقاليد المصريه واغانينا بتكلم عن الوجدان والقيم النبيلة والإنسانية اللي بتغذي الفكر والأحاسيس وكده، ولكن دلوقتي بنلاقي أغاني ملهاش معنى ولا ليها مشكلة. يعني الإعلام ونقيب يعني الممثلين ونقيب الفنانين هي القوانين موجودة، يعني هم شغلوا نفسهم، يعني محمد رمضان ومش عارف وإيه وشعبيات ومش عارف زمارة ولا القزبرة، أسامي كده غريبة الواحد بيسمعها، كل واحد ليه مجال، واحد اسمه حسن يعني شاكوش. يعني عننا احنا في حرب في حرب نعم. في حرب كبيرة جدا من الأعداء اللي في الخارج، يا ريت نركز شوية عشان الناس دي بتستغل نقطة إن مصر أو الإعلام المصري بينشغل بالكلام ده. معركة ما ينفعش، معركة الوعي دي مش قضية، معركتنا بره مع الناس اللي قاعدة على الشاشات المأجورة بتحرض عن مصر، والناس اللي بتجنة بتقتل جنودنا. يا جماعة نفوق شوية ونصحى شوية. أنا أقول حاجة يا أستاذ هاني، حضرتك توقع كل ما الإنجازات بتزيد داخل مصر، وكل ما اللحمة والتماسك بيزيد والاستقرار في مصر، كل ما نتوقع ان في مؤامرات كتيرة ومؤامرات طيب خارجية كتيرة. بالنسبة بقى الانجازات، احنا طبعا انا عرضت تقرير عن سحب 100 لوحة عن طريق القرعة العلنية عن محافظ السويس. تمام حضرتك شفته، هنطلع بس نسمع تقرير للسيد محافظ السويس، لو السيد المخرج جاهز طلعني نسمع تقرير السيد محافظ السويس ومديرية مكتب خدمة المواطنين ونرجع تاني. تمام. الوزير، حاجة طبعا جديدة وحاجة جميلة في محافظة السويس، وسمعت كلمة حلوة التحايل على القانون. طبعا كانوا أصحاب السيارات الأجرة طبعا بيعملوا وقفات في سنين ماضية بسبب الملاكي يعني بتاخد رزقهم. فالنهاردة احنا برضو قلنا عشان في بيوت مفتوحة وشباب السويس والناس اللي مش لاقية شغل، اديناهم فرصة لميت طبعا عدد اللي هم الملاكي لترخيص الأجرة. كلمني النهاردة اليوم الجميل من داخل أكاديمية النصر للبترول، طبعا بحضور سيادتك وحضور جهاز التنفيذي وإدارة المرور والجهات الحكومية. كلمني النهاردة بقى الميت عدد. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير هنا عليك وعلى مشاهدينك. اللي أنا عايز أؤكد عليه هو زي ما حضرتك قلت، هو التحايل على القانون. لا يصح إطلاقا إن إحنا نسيب المواطن يتحايل على القانون، وما يصحش في نفس الوقت إن 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 يحصل إن مواطن يبقى غير آمن، يركب عربية بشكل غير آمن، مش مضمون إيه الموضوع وإيه الحكاية. إحنا لا هنسمح للمواطن اللي مزنوق وبيركب العربية إنه يستغل، ومش هنسمح للمواطن اللي هو بيستغل إنه ينفذ هذا الكلام. لما جينا السويس بحثنا الموضوع بتاع عربيات تاكسي، وخاصة الناس كان عندها شكوى كبيرة جدا ان اجرة التاكسي في السويس مرتفعة جدا. فلما بحثنا الموضوع لقينا الموضوع فيه انواع من انواع العشوائية، وسواقين التاكسي بتفرض رغم العدادات وبتفرض اجرة على المسافات.
فاحنا الحقيقه ادينا تعليمات للمرور انه يضغط جامد جدا جدا في هذا الموضوع ويضبط سواقين التاكسي. الجزئيه الثانيه جبنا رابطه سواقين التاكسي وقعدنا معاهم علشان نفهم الارض فيها ايه والموضوع شكله ايه، ولقينا ان السويس بقالها فتره كبيره ما رخصتش خالص عربيات تاكسي، والسويس اتسعت وكبرت وعربيات التاكسي زي ما هي، ودائما وابدا حجه سواقين التاكسي ان رزقنا مش عارفين نجيبه، وعمرك ما هتخلص من هذه الكلمه، لان هو في الاول والاخر هو عايز يضمن ان الزبون موجود بصفه مستمره. طب الزبون مش المفروض ان انا هاخد تاكسي، المفروض ان انا استنى 10 5 ربع ساعه عشان اخد تاكسي. فاحنا قلنا بحثنا الحاله بتاعت السويس لقينا بالبلدي كده ان احنا محتاجين 150 تاكسي اجره جديد يكفينا ويعمل حاله توازن في السويس، وده بالاتفاق برضو زي ما قلت لحضرتك مع رابطه اصحاب التاكسي. وهم اللي قالوا الرقم على فكره، احنا مش احنا اللي قلنا لهم، لا ده هم اللي حددوا الرقم. فقلنا طيب نعمل توازن في هذا الموضوع، في شباب لا يمتلك شيء، فالشباب اللي لا يمتلك شيء دون اتفقنا مع صندوق المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه في الصغر انه يجيب 50 عربيه جداد ونملكها للشباب دولا بالتقسيط المريح، وزودنا المده زي ما حضرتك عارف وكنت معانا واحنا بنوزع، وجبنا 50 عربيه جديده خالص ووزعناهم على الشباب وشغالين دلوقتي على الارض فعلا، وبانوا على الارض لان هم كان عندهم استعداد انهم يخلوا المواطن السويسري في حاله سعاده من عملهم. وصلت بقى المشكله للميت الرخصه الجداد اللي احنا بنتكلم فيها، احنا لقينا ان الناس اللي شغاله بشكل غير شرعي حصرناهم، لقينا في ناس تنطبق عليهم الشروط وناس ما تنطبقش عليهم الشروط، عربيات تنطبق عليها الشروط وعربيات، حطينا مجموعه شروط وقلنا كل اللي عنده عربيه من هذا الموضوع يتقدم. غربناهم وصفناهم تقريبا على ثلاث مراحل، لذلك احنا اتاخرنا حتى في القرعه لغايه ما نصفي الموضوع بشكل عادل وكويس جدا جدا. وصلنا في النهايه ان المستحق 251 واحد مع عربيه بالموديل بكل الشروط تنطبق عليه. عملنا القرعه زي ما حضرتك شايف، طلعنا المية اللي هم هيرخصوا تحسبا لاثناء الترخيص ان تظهر حاجه جديده وممكن نستبعد حد. خدنا كمان 20 واحد احتياطي بالترتيب بتاع الاحتياطي، بحيث اللي هيستبعد هيحاول يخش نمره واحد نمره اثنين وهكذا من الاحتياطي. اعتقد بعد الشكل اللي عملناه ده ادينا تعليمات لمدير مرور السويس ان مش هنسيبه بقى يشتغل ونمسكه بالصدفة، احنا هنطارد اي عربية هتشتغل بشكل غير قانوني في السويس عشان نحافظ للناس اللي مرخصة واللي بتدي للدولة حقها واللي بتدي للمواطن حقه وشكل الخدمة المظبوطة انه يلاقي رزقه. الجزئية التانية عشان نمنع شكل من الاشكال اللي هي ما هياش بقى اكل عيش ولا رزق، لا ده تعدي على سلطة وهيبة الدولة. الحاجة التانية انه غير مضمون وغير امن، لان النهاردة واحد بيركب عربية ملاكي وما هو مين اللي راكب الملاكي، مين اللي واخدها، صاحبها سارقها وفهكذا. فاحنا زبطنا الامور، وبالتالي تشديد جدا مع مدير مرور السويس ومباحث المرور ومديريه الامن بالكامل ان احنا ان شاء الله لن نسمح ان يحصل نوع من انواع الخروج على النص والقانون. تبقى المرور بتديهم مخالفات، النهارده بنقول لهم مبروك، انتوا خدتوا فرصه عمل وفرصه عمل جيده توفقوا بها اوضاعكم ونمر التاكسيات، وبنقول لكم مبروك. انا يعني بشرف، انا السعاده يعني النهارده، انا النهارده اصلا عريس، فكانت دخلتي النهارده. الدخله بتاعتك النهارده؟ طيب النهارده. فانا يعني بشكر سياده المحافظ وبشكر الاستاذه، فانا الكل يعني الشكر الحمد لله. ده رزق بقى الجواز. الحمد لله، يعني الحمد لله. يلا الف مبروك للنمره. كلنا فرحنا، احنا امبارح واحنا بنتصل بيه في التليفون عشان ناكد ميعاده، اتصلنا بيه من مكتب معالي المحافظ، فبيقول لي ده انا فرحي بكره، قلت له تعالى احضر القرعه وبعدين كمل فرحك في اخر النهار. يلا الف مبروك. الحمد لله. للشكر. ان شاء الله ان شاء الله يعني. حاجة جميلة جدا، سمعنا الراجل المحترم محافظ السويس اللي هو عبد المجيد صقر، وهو بيقول يعني تم تسليم عن طريق القرعة العلنية 100 لوحة معدنية. والأجمل طبعا ما كنا مع الأستاذة صحر فهمي مدير مكتب خدمة المواطنين، لقينا شاب هناك بيستلم أو طلع حظه في القرعة وكان يوم دخلته، قلنا له مبروك طبعا على طبعا النمرة اللي هو استلمها الأجرة، ومبروك على الجواز. سيادة المستشار يعني مش عاوز أقول بقى التأمير ولا الكلام ده،
هو التقرير هيتحدث عن نفسه على الأقل. وبالأمانة هذا العمل الجليل اللي تفضل السيد الوزير المحافظ عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوزيع الأرقام والنمر على السادة المستحقين من الشباب هي خطوة عظيمة جدا وتستاهل كل التحية والتقدير. في نفس الوقت هي طبعا على الطريق للقضاء على البطالة في السويس، لأن طبعا البطالة موجودة وفي كل الدول موجودة، ولكن لابد من الجهود المبذولة والمستمرة. فده جهد مشكور يستحق الإشادة يعني. وفي نفس الوقت السويس الحمد لله شهدت طفرات كتيرة جدا في التوسع العمراني. يعني لما نشوف دلوقتي السويس فيها مدينة الرحاب ومدينة اليسر ومدينة الأمل ومدينة مدن كتيرة جدا، ومدينة الملك عبد الله والنور يعني مدن كتيرة جدا، اتنين سويس يعني بالضبط كده. نعم. بقت محافظة كبيرة. نعم. ومتسعة العمران، وهنا محتاجين النقل والمواصلات للقاطنين هذه المدن، ان هم يكون متوفره من خلال التاكسيات، من خلال مرفق النقل الداخلي. وبهذه المناسبه برضو بقى نشد وزير المحافظ، لان انا مش معقول اجي من خلال البرنامج الجريء وبيشجعني السيد وزير المحافظ في انه بيعمل اعمال جليله للشباب، فانا بطلب من سعادته انه ينشئ جمعيات او جمعيه للنقل الجماعي للمواطنين، بيقوم بها مجموعه من الشباب بدعم من الصندوق الاجتماعي، وده اقتراح يعني، بدعم من الصندوق الاجتماعي، بحيث يبقى فيه اتوبيسات او ميني باصات للنقل الجماعي للمناطق المتفرقه والموجوده والتوسع العمراني الموجود في نطاق حي السويس ومحافظ السويس. ودي متهيألي ان شاء الله المحافظ باذن الله يتبنى هذا المشروع، واحنا كنا مدرسين هذه الاعمال يعني، وبنتمنى ان المشروعات او المشاكل الموجوده على ارض السويس بالذات حي الجناين، عندنا الصرف الصحي ما زال الى الان منذ 30 سنه او 20 سنه بيطالبوا ان الصرف الصحي يتواجد في القرى الموجوده في قطاع الجناين. الرصف اللي بدا في حي الجناين فعلا في منطقه كبريت والجنيفه عاوزينه ينتشر ويتوسع في كافه القرى، كبريت والجنيفه والخواطره يعني، وشندوره وشندوره والشلوفه والعمده وطريق السويس اسماعيليه. طبعا السويس اسماعيليه عاوزين برضو يستكمل ان شاء الله، وبرضو مدينه السلام واحد ومدينه السلام طبعا اتنين. دي مشاكل عندنا مزمنه. نعم. ومن بدري. نعم. لكن انا سعيد جدا السيد وزير المحافظ اقتحم هذه المشاكل وجهاز تنفيذ يعني عندنا في المحافظه. يعني نقول السويس قاطره التنميه باذن الله. السويس باذن الله طبعا ده موضوع كبير، وعلى مستوى احنا شايفين ان الرئيس السيسي، وده عصر الرئيس السيسي فعلا عصر الانجازات، يعني في الوقت اللي بنحارب فيه الارهاب زي ما قلنا في البدايه. نعم. برضه يد تبني ويد تحمل السلاح. نعم. نعم. بنبني في كل محافظه، في كل بفضل الله احنا تاسع جيش على الحمد مستوى لله. العالم الحمد لله واخدين التاسع. نعم. ان شاء الله نبقى اول جيش على مستوى العالم باذن الله. يا رب. باذن الله باذن يا رب. عشان احنا المصريين امه في رباط ليوم الدين الحمد لله باذن الله. فانا شايف فعلا في نهضه يعني خط الميه ل 1200 اللي جاي من حوض الدرس ورايح من السلام، والخط ال 800 والشغل اللي شغال الابي بي المحافظه طفره عمرانيه وطفره في الامانه عمل كويس، ولكن محتاجين اكتر، لان حتى بالذات الصرف الصحي في الجناين. يعني السويس تشهد. نعم. امس الخميس. يعني حضور السيد نقيب محاميين مصر. طبعا السيد النقيب سامع عاشور رئيس اتحاد المحاميين العرب، وطبعا كان موجود وكيل نقابة المحامين العرب طبعا الأستاذ مجدي سخة. هنفرجك كده على تقرير لو السيد المخرج جاهز. ماشي. للسيد نقيب محامين مصر، ونرجع تاني. السويسة ومحامين السويس طبعا يعني في استقبال حضرتك من كمين 109 النهارده، كلمتك بقى لشعب السويس، مش هنقول محامين السويس، لشعب السويس كله. لا هو شعب السويس ماشي يعني، اجهز لي بالتقرير براحتك خالص واخد بالك، ويعني هتجيبني ليه تاني. طبعا كانت زياره السيد نقيب محامين مصر الاستاذ سامع عاشور، زي ما احنا شايفين كده كانوا الساده المحامين استقبلوه استقبال جميل بعد الكمين 109 بعلم مصر وعلم السويس، وحاجه جميله، راجل محبوب. نعم. الحقيقه في الحقيقه انا كنت في شرف استقبال معالي النقيب نقيب المحامين في مصر المستشار الجليل سامح بيه عاشور،
رئيس اتحاد المحامين العرب، والانجازات اللي اتقامت بها نقابه المحامين على مستوى الجمهوريه طبعا في الفتره الماضيه في صالح المحامين، قدمت الرعايه الاجتماعيه للمحامين، قدمت العلاج للمحامين في جهد غير مسبوق، تم تعديل اللائحه بالنسبه للمعاشات، اللي يطلع المعاش كان زمان بياخد مثلا 1000 جنيه او 1500، دلوقتي رفعوها الى 3000 جنيه. يعني هناك كثير من الانجازات اللي قامت بها نقابه المحامين. وطبعا امبارح لما شرفنا في المؤتمر اللي اتعمل في نادي نقابه المحامين بالسويس، بامانه يعني الواحد كان سعيد جدا وهو بيتكلم حتى عن السويس كشعب السويس، ان مدينه النضال، كلام كبير الصراحه، مدينه النضال، مدينه الصمود، مدينه البسيله، نعم، اللي شاركت في جميع الحروب اللي تمت. السويس كان يعني الواحد كان بيعتز بالفخر يعني. طيب علقنا على استقبال طبعا، طبعا النقيب سامع عاشور، نعم، كانت حاجه جميله، استقبلوه الساده المحامين، عدد من المحامين، نعم، بقى اعلام مصر واعلام السويس، نعم. هنطلع كده من داخل نقابه المحامين بمحافظة السويس مع الأستاذ مجدي سخا وكيل نقابة المحامين، ونرجع نعلق على التقرير. لو جاهز طلعني لتقرير الأستاذ مجدي سخا. بيكو أستاذ مجدي، أهلا بيكو، أهلا بيكو في السويس. والنهاردة إن شاء الله اللقاء إن شاء الله يكون جميل. هطروا محامين السويس العظماء، بيرحبوا بمعالي النقيب والكوكبة التي ترافقه من السادة أعضاء مجلس النقابة المرشحين وغير الأعضاء المرشحين أيضا لانتخابات مجلس النقابة المقرر إن شاء الله انعقادها 15/3/2020. وإحنا دائما وأبدا تعودنا قبل إجراء الانتخابات بنجوب المحافظات النقابات الفرعية، نلتقي بالسادة المحامين، نعرض ما تم إنجازه خلال الدورة السابقة وتطلعاتنا وأمنياتنا وخطتنا في الأربع سنوات القادمة إن كان إن شاء الله لنا نصيب. بنستمع إلى تساؤلات المحامين والردود عليها، بنتحاور ونتناقش في كل ما يهم شؤون الوطن وشؤون المحاماة وشؤون المحامين بشكل خاص. وأتمنى إن شاء الله أن يكون يوم سعيد، وأنا برا من الصباح أو في إقبال من السادة المحامين المحترمين، وأنا دائما وأبدا بقى راهن على طبعا. التقرير يتحدث عن نفسه من داخل نقابة محامين السويس، كان مؤتمر جميل جدا. حضرتك سمعت كلمة الأستاذ مجدي سخا عن نقيب المحامين. بقول الأستاذ مجدي سخا بصراحة ده وكيل النقابة العامة وابن السويس، ورجل فعلا يعني حط السويس كمحافظة، حطها في مكانها المرموق في النقابة العامة، لأن نعم. الموقع ده ما كانش حد بيشغله من أبناء السويس، تمام. كان موجود مثلا ابن إسماعيلية، ابن محافظة تانية، لأن وكيل نقابة المحامين على مستوى الجمهورية من أبناء السويس، ده بصراحة شرف عظيم لينا احنا، واحنا فخورين بهذا المكان. نعم. الأستاذ مجدي سخا قام بدور عظيم جدا في خدمة زمايله وأبنائه السادة المحامين في كافة المجالات، جميع مشاكلهم بيعرضها على مجلس النقابة، الرعاية الاجتماعية، كل ده موجود طبقا للائحة بيتنفذ. يعني الحمد لله احنا كان حاجة جميلة طبعا امبارح مستشار، نعم، مجدي سخا ومستشار مجدي حسين، نعم، وكيل نقابة المحامين في السويس، نعم، والسادة محامين السويس كلهم يعني، وكان على رأسهم نقيبهم الأستاذ سامح عاشور، وطبعا بحضور حضرتك والمستشار أحمد خزيم، وكانت حاجة جميلة جدا في المؤتمر، واتكلم كلام يعني في حق المحامين، يعني قال كارنيه المحامي ده المفروض المحامي يعني يحافظ ويحاسب عليه، قال يعني المحامي مش محتاج محامي يدافع عنه، هو يدافع عن نفسه، هو بأمانة إلا في حالة الأزمة. هو قال كده مجلس النقابة الحالي حافظ على كرامة المحامي، حافظ على كرامته في مواجهة الهجمة الشرسة من مجموعة من الإخوة، هم إخوة طبعا أفاضل خريجين للسانس حقوق يعني، ولكن مش أي حد يستحق أن يبقى معاه شهادة لسانس حقوق يبقى محامي، تمام. لا، ده في معايير
وفي شروط ويمكن دلوقتي تتحط معايير جديده ان لازم يدخل اكاديميه المحامين ويقعد سنتين فيها ويتعلم ويعرف عشان يبقى فيه برضو عارف اللي حقوقه واللي ليه واللي عليه. تمام. ده من ضمن الانجازات الجديده اللي قامت بيها نقابه المحامين. والحمد لله يمكن احنا دايما يعني امبارح كنا بنتكلم في مؤتمر وانتخابات خاصه بنقابه المحامين وسبقتها قبل كده نقابه الاطباء وغيره من يعني الحركه ماشيه الحمد لله. يعني ان شاء الله في يمكن 2020 هيبقى في انتخابات المحليات وفي انتخابات مجلس الشورى والنواب. يعني احنا بنتكلم الحمد لله في ازدهار واستقرار ووضع حضاري للاستحقاقات اشار عليها السيد رئيس الجمهوريه ان هذه الاستحقاقات هتتم السنه دي ان شاء الله، بحيث ان المشاركه الشعبيه والمسؤوليه الاجتماعيه من خلال القنوات الشرعيه زي مجلس النواب ومجلس الشورى والمحليات باذن الله هيشارك فيها طبعا الاف الشباب، لان انت عارف المحليات دي بيبقى حوالي 53 الف شاب على مستوى الجمهوريه. تمام. فاهم سعادتك؟ فطبعا دول بيشاركوا في العمل المحلي وبيساهموا في النهضه وفي التنميه وفي الخدمات وفي المراقبه ومراقبه الجهاز التنفيذي. ده عمل مطلوب ودي هي اساس الديمقراطيه. يعني الدول الديمقراطيه اللي سبقانا دي من خلال ايه؟ من خلال العمل الديمقراطي اللي هو رقابه الشعب للشعب بنفسه وبنفسه. ده العمل الديمقراطي. يبقى اذا احنا اللي بيتم النهارده سواء في انتخابات نقابات محليات اللي هيتم ان شاء الله قريب باذن الله، ده نتيجه الاستقرار اللي موجود عندنا. لا ده انت المحليات بقى عاوز معايا حلقات عشان نتكلم فيها، وطبعا ان شاء الله على يعني مجلس النواب برضو هتتكلم في الموضوع ده، احنا عاوزين حلقات ان شاء الله. وطبعا عاوزين نتكلم في اهم موضوع ونفتح القضيه دي كبيره حقهم علينا في محافظه السويس، مدينه السلام واحد ومدينه السلام اتنين. تمام. الشوارع اللي بيتم يعني رصفها بره عاوزينها داخل المدينه. بالظبط. وطبعا مش هجيب كل الحمل على السيد محافظ السويس ولا محافظة السويس، طبعا الجمعيات اللي كانت واخدة فلوس من الساكن هناك أو صاحب الأرض ومحطوطة طبعا في الجمعيات من زمن الزمن. نعم. لو هو أخد منه جنيه، الجنيه ده عمل إيه دلوقتي في الجمعية؟ وبرضو نطالب المواطنين هناك أو ساكني السلام واحد والسلام اتنين، لو كل واحد دفع مبلغ بسيط مساهمة لرصف الشوارع هناك والكلام ده، مفيش مانع ومفيش مشاكل عشان مدينة السلام تبقى يعني متزينة بالرصف والإنارة. أهو السيد المحافظ عامل خط من العشر من رمضان وجايب خط من يوسف السباعي، برضو المحافظة قايمة بدور كبير مع سكان مدينة السلام. في الحقيقة يمكن مدينة السلام دي محتاجة جهود كتيرة جدا بإذن الله، وأنا شايف إن في بعض الشباب اللي هم متحمسين مشكلين بينهم بعض مجلس رئاسي أو مجلس بشكل معين كده لمتابعة المشاكل الموجودة في نطاق مدينة السلام واحد واثنين ورفع مشاكلهم لسيد الوزير المحافظ. طيب استأذنك، انا معايا على الهواء مباشر السيد المستشار مجدي سخا وكيل نقابة المحامين. مرحب بيك سيادة المستشار. اهلا اهلا استاذ هاني، اهلا بيك. الله يخليك سيادة المستشار. كانت حاجة جميلة وطفرة جميلة في محافظة السويس امبارح، حضور السيد النقيب سامي عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامين مصر. طبعا حضرتك كنت موجود هناك وكانت حاجة جميلة، كلمني بعد الانتهاء من المؤتمر. هو طبعا السويس دائما وابدا السودان تعلم انها في الصداره في كل شيء، وفي الصداره في نقابه المحامين، ونقيب المحامين له في قلوب المحامين في مصر بصفه عامه وفي السويس بصفه خاصه معزه كبيره جدا. والناس كانت بتستقبل نقيب المحامين تعبيرا عن وعيهم وحرصهم على استمرار اراده المحامين في رفعة شأن المحاماة وقامة المحامي واستمرار في إعداد المحامي الجيد. والناس بتلقائية شديدة جدا كما شاهدتوا، كانوا بيستقبلوا معالي النقيب أول الكيلومية 109 إلى أن وصل للنادي، وكان استقبال لهم داخل الصورة. فعلا هم استقبلوه بعد الكمين 109، وأنا كنت معاهم بكاميرا برنامج الجريء بأعلام مصر وأعلام السويس، حاجة جميلة جدا. أنا ما شفتش الكلام دوت مع أي نقيب فعلا يعني. بالظبط كده بالظبط كده، لأن إحنا جوه السويس إحنا بنعتبر النقيب سامي عاشور ابنا من أبناء السويس، لأنه يمكن أنت سمعت الكلمة بتاعته عندما تحدث عن السويس. لا تحدث عن السويس، قال السويس يعني مهما فعلا أنا هتبقى شهادتي مجروحة لأني كنت موجود فعلا. يعني السويس دائما وأبدا في المقدمة،
والسويس هي خط الدفاع الاول عن مصر. وقال بالحرف الواحد عندما يريد ان يكسروا مصر يبداوا بالسويس. السويس ومحاميها على في المقدمه هم رمز رموز من رموز مصر. وكانت رساله نقيب المحامين لمحامين السويس رساله واضحه وصريحه. يريد البعض ان يحدث نوع من الغلوشه ولكن وضح كل الامور للساده المحامين واصبحت الصوره واضحه في السويس. وترحيب المحامين بالسويس هو ترحيب من القلوب لنقيب يقدروه ويعزوه ويعرفوا قدره. ونعلم وزاد انا اقرب من اقرب الناس الى سمع عاشور، انا ابن ابناء السويس، عشت عمري في السويس، عارف كيف يؤدي نقيب المحامين للمحامين. سياده الوكيل احنا عرضنا لحضرتك تقرير، وطبعا معايا على الهواء داخل استوديو قناه الصحه والجمال معايا السيد المستشار النائب السابق السيد المستشار شرف الدين محمد شرف، وطبعا كان بيعلق على التقرير بيمس عليك على الهواء. اهلا يا فندم، زي ما عليك يا فندم. اهلا يا استاذ شرف، بالتوفيق ان شاء الله. واحنا سعداء ما قداميش تلفزيون وما شفتش انا لا اللقاء في طريقي الى اسيوط. الله يقويك. اللقاء بتاع امبارح في السويس كان رساله لجميع فعلا محامين مصر كلها، ان السويس نعم. تقف على قلب رجل واحد. محامين السويس لهم تاريخ عظيم في الوقوف وراء مرشحهم وراء رجلهم وراء نقيبهم الاستاذ سامح عاشور وابنهم طبعا الاستاذ مجدي سخا. طبعا انتم بجهد كبير جدا للساده المحامين على مستوى مصر وطبقا للتشريعات الجديده والتعديلات الجديده، ودي كلها في صالح المحامين. ومن خلال التشريعات طبعا في اضافه للرعايه الاجتماعيه وفي العلاج وفي المعاشات، دي كلها جهود عظيمه جدا وان شاء الله تستمر باذن الله الى اكثر من ذلك في المرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله احنا بدانا هذه المعركه الشرسه في احداث اعاده بناء نقابه المحامين عام 2016. وانا قلت في كلمتي ان هناك قرارات كانت مؤلمه وقرارات كانت موجعه، ولكن هذا لصالح المحامين. احنا ليس هدفنا ان احنا نفعل محامي او نبعد محامي، او انما احنا بنريد البناء الصحيح والقويم لنقابه المحامين وللمحاماه. ده بيتطلب جهد ويتطلب وقت، وهذه القرارات احنا معترفين ومقرين ان هناك بعض الثغرات وهناك بعض القصور وهناك بعض الضحايا، انما كل هذا بيتم تصويبه وبيتم يعني احنا لسنا ضد احد، انما احنا مع ان يكون هناك محامي قوي. عندما يكون المحامي قوي فهيبقى القضاء قوي، فهتبقى مصر كلها قويه، لان المحاماه هي عصب الحياه في المجتمعات العصريه. اشكرك وبالتوفيق، شرفت يا فندم. لا. شرفت. اشكرك يا تمام فندم. تمام يا فندم. اللي انا عاوز اقوله برضه يا معالي النقيب ان برضه الجهود دي بتعود على اسره المحامي. نعم. يعني مش المحامي لوحده بس اللي بيستفيد. نعم. ده المحامي واسرته، سواء علاج سواء رعايه اجتماعيه سواء اي حوافز، كل دي بتعود على اسر المحامين، فدول شريحه من الشعب المصري وشريحه من الشعب السويس. فلذلك اي اعمال بتتم من خلال النقابات سواء نقابه المحامين او غيره دي بتعود بالنفع على المواطن العادي، وده انجاز من ضمن الانجازات. احنا دلوقتي بقول لحضرتك احنا بنتكلم في الانجازات. تمام. بنتكلم سواء في النقابات سواء في نقابات مهنيه انتخابات كده، ان شاء الله في المحليات القادمه باذن الله هتبقى فرصه للمشاركه الشعبيه في ان للتصحيح وللدفعه للامام والانجاز يبقى اكتر، والرقابه الشعبيه على الجهاز التنفيذي مطلوبه من الشباب ومن من الاعضاء المجالس المحليه طبقا للقانون برضه طبقا للوائح الموجوده. لذلك احنا باذن الله 2020 السنه دي ان شاء الله ستشهد استحقاقات عظيمه جدا اشار عليها السيد رئيس الجمهوريه من المحليات ومجلس النواب ومجلس الشورى، دي في صالح المواطن. تمام. ودي ما تتمش الا بالاستقرار، والاستقرار ما تمش الا بجهود عظيمه دفعها الشعب المصري ودفعتها قوات مسلحه الباسله والشرطه المصريه في الدفاع عن الشعب المصري والدفاع عن حدوده من الاعداء.
جويس، والحرب الدائره حاليا مع الارهابيين. طيب في عجاله كلمه اخيره كده عشان هنختم. الكلمه الاخيره عاوز اقولها ان انا واثق جدا في الله سبحانه وتعالى وفي الشباب المصري، القياده السياسيه المصريه بتراعي وبتحافظ على الشباب من خلال البرامج الحمائيه اللي عملتها الدوله، حتى في مجال الصحه وفي مجال التعليم، في مجال المبادرات الصحيه اللي تمت من خلال تعليم علاج 100 مليون صحه، جميع المبادرات اللي تمت دي والتكافل والكرامه كلها اهدافها في النهايه الانسان المصري والشباب المصري بالذات باذن الله. سياده المستشار تحيا مصر. طبعا تحيا مصر باذن الله. شرفت ونورت شاشه الصحه والجمال وبرنامج الجريء، وليك معانا حلقه اخرى ان شاء الله. واحب اطمن الشعب المصري والمواطن المصري، مصر بخير بخير ان شاء الله، وزي ما قال المولى عز وجل مصر في رباط ليوم الدين، محدش هيعرف يهد المصريين. وخليكم معانا في حلقة اخرى، واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.